ليكي بنتي، فهماني عليكي، بتكوني متضايقة والحق معي، بعرف ليش انتي ما عم تاكلي، أكيد زعلاني مشان أبوكي، بس عن قريب رح يهدى وينسى يلي صار ورح يجي لهون ياخدك. إيه؟ وأنا قررت قرار، لما أبوكي يقبل بزواجكم ويقول لزاهين أنا قبلت تكون صهري، رح أعملكم سفرة أكل يحكوا فيها كل العالم والناس. شبكي بنتي، على الأقل كلي لك لقمين. تركي يا أمي، خلاص أنت خليكي قاعدة. تفضلي، هذا فطور وعلى ذوقك. تمام، شو يلي قالته أمك؟ سفرة تحكي فيها الناس؟ أنت ما خبرتهم عن الظروف يلي تزوجنا فيها؟ بس شو ما كانت الظروف، مو مهم، أنا ما فيني أمنعهم أنه ينبسطوا إذا كانوا بيفرحوا باحتفالات مثل سفرة أكل أو أي شيء. احتفالات شو؟ لك إذا أنا ماني معترفة فيك زوجي ولا بهي العيلة حتى، فكيف بتفكر أنت بهي الطريقة؟ أنا حذرتك من قبل زاهين، ورح ارجع حذرك مرة تانية، لزام حدودك، عم تفهم؟ ماشي ماشي ماشي، اهدي انت هلأ، افطري وانا بعدين رح احكي مع امي وفهمها انه ما رح يصير لا حفلة ولا سفرة حتى. انبسطتي هيك؟ اصحك، اوعك تلمسني، اصحك تحاول تقرب مني او تتعامل معي بدون اي رسمية. روح روح وضح لعائلتك سوء التفاهم يلي صار معنا. ليك زاهين، انا ما اجيت على هذا البيت لاني قبلت بعلاقتنا، انا وانت ما منشبه بعضنا أبداً، أنا ما فيني أتأقلم وعيش هالعيشة هي. لكن أنت ليش أجيتي لهون؟ حظي زفت، هو يلي جابني لهون. بس أنت كان عندك خيار ترفضي هاي العلاقة، كان لازم تعملي هالشي قدام الكل مبارح. لك الواحد لازم يفكر قبل ما ياخد أي قرار. لك أنا ليه جبت المشاكل لحالي؟ أكيد هلأ بتكون عم تنط من الفرحة جواتك، وعائلتك مفكرين إنهم فازوا باليا نصيب، لهيك أمك عم تدير بالها علي هيك. كل شي صار صار مثل ما بدك انتي سارة، بس ما بسمح لك تشككي بنوايا عيلتي ابدا. انا وعيلتي ما بتهمنا لا مكانتك ولا مصاريكي ولا كل هالاشياء هي، وعلى حسب ما انا بتذكر انتي اللي اخترتي هذا الشي، مو هذا مو قراري، بس انا عم حاول اني حافظ على شرفك. لو سمحت لا تضيع لي وقتي بهذا الحكي الفاضي، لانه انا ماني مرتك ولا شرف هذا البيت. أنا رح رجع سارة، ماني هون لأخذ إذنك، أنا جاي خبرك وبس. هذا بيتي بيلا، أنا بقرر مين بيعيش هون ومين ما بيعيش، اتفقنا؟ إذا كنتي متعاطفة مع سارة كل هالقد خديها على بيت زوجك، بس لا تجيبيها لهون أبداً، لأني صرت أكره شوف وشها أو حتى ألمحها. فهمني شو صاير لك بابا؟ بنتك يلي بتحبها أكتر من كل هالدنيا صرت تكره حتى إنك تشوف وشها؟ لك معقول قلبك أسيان لهالدرجة بابا؟ تعرفي بيلا؟ الحياة أحياناً بتجبرنا ناخد قرارات قاسية مثل هي، مشان مصلحة أولادنا، لنرجعهم للطريق الصح. وهذا القرار كان صعب علي كتير، صدقيني كتير صعب، بس أنا عم فكر بمصلحة سارة لحتى تعرف غلطها وين. تركيها تتعلم من أخطائها. ما فهمت، وين مصلحتها بهالشي بابا؟ ليكي أنا ما رح عيد كلامي مرة تانية، روحي هلأ وخبريها، وقت تغلط لازم تكون مستعدة تواجه العواقب، ما رح أسامحها كل مرة.
صح الأهل بيعاقبوا أولادهم وبيصححوا أغلاطهم، بعرف هالشي، بس بابا أنت اللي عملته بسارة ما في حدا بيعمله أبدا. أنت ما عم بتعاقبه، أنت عم تنتقم منها بناء على أوامر شازمة. شازمة شو دخلها؟ شو مشان كرامتي أنا؟ أختك غلطت بحقي ولك هي ما عندها خجل؟ يمكن هي طايشة بس أنت مو هيك. لك هي بنتك المدللة بابا، شو فيها إذا بنتك غلطت يعني؟ لك أنت لازم تحتويها بابا. كتير أحيان الناس بتاخد قرارات غلط، ممكن تكون ظروفهم أجبرتهم على هالشي، وهذا الشي اللي صار مع سارة. صدقني اختي سارة انجبرت انه تاخد هذا القرار بابا. لا تدافع عنها. لك شو طلع لنا من أنانيتا؟ الزل ولا خيبة الأمل؟ اختك سارة ما قال رجع على هالبيت، وأي حدا بيحاول يدافع عنا بهالبيت رح ينقلع منه كمان. حطي هالأغراض بالسيارة وخلي الشوفير يجهز السيارة. حاضر. استني شوي. يلا. لوين بدك تاخدي كل هدول الأغراض؟ وليش أنا بدي جاوبك؟ لا تتدخلي بشي مالك فيه. يلا خديهم على السيارة فوراً وجهزوا لي السيارة. أخدتي إذن من إحسان قبل ما تروحي؟ أنتي ما دخلك وما رح أعطيكي جواب. بعدين ماني بحاجة إذن حدا لحتى شوف أختي، عم تفهمي؟ لك أنتي وأختك بلا ترباية ومو هاممكن أبوكم بالمرة. يا حرام، لك مو شايفين كيف صحة أبوكم عم تتدهور يعني؟ أصلاً أنتي المسؤولة عن كل يلي صار، خربتي حياتنا، وإذا بابا صار له شي بيكون بسببك أنتي. سارة خربت حياة أبوكي وخربت حياتنا بإيدها. إحسان خلاها تضل مع زاهين لهلأ عقاب لإلها مو أكتر من هيك، وسارة بتستاهل هالشي بصراحة. سارة بنت قليلة أدب. سارة تزوجته لزاهين وهذا عقابها. بدي شوف كيف رح تعيش مع زاهين. ليكي أنا برأيي كل ما تقبلتي يلي صار مع أختك سارة أسرع كل ما كان أحسن لإلك. وإذا رح تضلي تعملي مشاكل رح أمنعك من الجاية لهون مثل ما عملت بسارة تماماً. لك ليش أنتي مين يا خانم لحتى تمنعيني إجي على بيت أبي؟ ليكي أنا رح أجمع كل العيلة ورح خليهم يعرفوا حقيقتك ورح تشوفي. أنتي مين عم بتهددي بجمع كل العيلة يا بيلا؟ أنا بكون مرت إحسان حياة، وهذا البيت بيكون بيتي، عم تفهمي يا قليلة الأدب؟ بتشوفي يا شازمة وحسابك معي بعدين. خدي الأغراض على غرفة سارة ورجعي كل شي لمكانه. إيه وإذا بعرف إنه في غرض واحد طلع برا هالغرفة رح ألعك من شغلك وزدتك بالشوارع، عم تفهمي علي؟ يلا بسرعة. يلا بسرعة.